بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حسين عصران مدرس الأحياء في مدرسة أمون أحياء الصف الثاني الثانوي. هنبدأ بالباب الأول التركيب والوظيفة في الكائنات الحية، الفصل الأول التغذية والهضم في الكائنات الحية. التغذية بالنسبة للكائنات الحية هي من أهم مظاهر الحياة، فالغذاء هو المصدر الذي نستمد منه الطاقة، وكذلك لازم للنمو وتعويض التلف من الجسم. مفهوم التغذية أو تعريف التغذية هو عبارة عن الدراسة العلمية للغذاء والطرق المختلفة التي تتغذى بها الكائنات الحية. أنواع التغذية، يوجد تغذية ذاتية وتغذية غير ذاتية. أولا التغذية الذاتية، الكائنات ذاتية التغذية هي التي تكون غذائها بنفسها مثل النبات الأخضر وبعض أنواع البكتيريا، وتستخدم مواد بسيطة منخفضة الطاقة وهي ثاني أكسيد الكربون والماء والأملاح المعدنية، وتقوم بعملية البناء الضوئي وتنتج مواد ذو طاقة عالية كالسكر والنشا والدهون والبروتينات. ثانيا التغذية غير الذاتية، وفيها يحصل الكائن الحي على غذائه من كائنات حية أخرى، وتقسم إلى كائنات غير ذاتية عضوية مثل أكلات العشب وأكلات اللحوم ومتنوعة الغذاء، وكائنات طفيلية مثل البلاريسيا ونبات الهلو، وكذلك نباتات رمية مثل البكتيريا الرمية وبعض الفطرية. أولا التغذية الذاتية في النبات الأخضر. التغذية الذاتية طبعا من المعروف أنها إحدى الطرق التي تتميز بها النباتات الخضراء، لأنها تقوم بعملية البناء الضوئي. فلكي تتم عملية البناء الضوئي والتغذية الذاتية عامة، يجب أن يقوم النبات الأخضر بعمليتين هامتين. العملية الأولى عملية امتصاص الماء والأملاح، والعملية الثانية عملية البناء الضوئي. نبدأ بعملية امتصاص الماء والأملاح. يتم طبعا امتصاص الماء والأملاح المعدنية في النباتات الخضراء، وخاصة طبعا النباتات الراقية، بيتم الامتصاص من التربة عن طريق الشعيرات الجذرية في المجموع الجذري للنبات، وتنتقل من خلية إلى أخرى حتى تصل للأوعية الناقلة مثل اللي هو نسيج الخشب. تركيب الشعيرة الجذرية، تتكون الشعيرة الجذرية هي عبارة عن امتداد لخلية واحدة من خلايا البشرة أو الطبقة الوبرية. طول الشعيرة الجذرية 4 ملم. الشعيرة الجذرية مبطنة من الداخل بطبقة من السيتوبلازم بها نواة، بها طبعا فجوة عصارية كبيرة. الشعيرة الجذرية عمرها لا يتجاوز بضعة أيام أو أسابيع، لأنها بتحتك بحبيبات التربة فتتمزق وتتلاشى، وتعوض باستمرار من منطقة في الجذر تسمى منطقة الاستطالة. ما هي ملائمة الشعيرات الجذرية لوظيفتها؟ الملائمة الوظيفية نبدأ به. أول حاجة الجدار لتلك الشعيرات، جدارها رقيق لكي يسمح بنفاذ الماء والأملاح. تركيز المحلول داخل الفجوة العصارية أكبر من تركيز محلول التربة، مما يساعد على انتقال الماء من التربة. عددها كبير وامتدادها خارج الجذر بيزيد من مساحة سطح الامتصاص. الشعيرات الجذرية بتفرز مادة لزجة بتساعدها على التغلغل بين حبيبات التربة، وبذلك تساعد على تثبيت النبات. آلية امتصاص الماء، تعتمد آلية امتصاص الماء على ظواهر فيزيائية مختلفة، في خواص مختلفة هي خاصية الانتشار، خاصية النفاذية، خاصية الأسموزية، خاصية التشرب. نبدأ بخاصية الانتشار، وهي خاصية عبارة عن تحرك للأيونات أو الجزيئات من منطقة ذات تركيز عالي إلى منطقة ذات تركيز منخفض، ومثال لذلك انتشار نقطة الحبر في الماء، ويرجع ذلك إلى الحركة الذاتية المستمرة لجزيئات المادة. اثنين خاصية النفاذية، جدر الخلايا وخشيتها تختلف في نفاذ المواد من خلالها.
فيوجد الجدر السليلوزية تنفذ كل من الماء وإيلات الأملاح المعدنية، بينما في جدر مغطاة بالسيبرين والكيوتين واللجنين لا ينفذ من خلالها الماء والأملاح، وتوجد جدر تسمى بالأغشية شبه المنفذة مثل الأغشية البلازمية وهي اختيارية النفاذية، فهي بها ثقوب تعمل على مرور الماء وتحديد مرور المواد وخاصة اللي هي أيونات الأملاح، وأخرى طبعا بتمنع وقد تمنع نفاذ مواد أخرى، تلك المواد بتكون كبيرة الحجم تمنع نفاذ السكر والأحماض الأمينية ذات الجزيئات كبيرة الحجم. الخاصية الأسموزية رقم 3، ما هي الخاصية الأسموزية؟ هي خاصية انتقال الماء من وسط أعلى تركيزا للماء إلى وسط أقل تركيزا للماء عبر الغشاء البلازمي، والضغط الذي يسبب مرور الماء خلال تلك الأغشية شبه المنفذة يسمى بالضغط الأسموزي، كلما زاد تركيز المواد المذابة زاد الضغط الأسموزي. أخيرا رقم 4، خاصية التشرب، الدقائق الصلبة وخاصة المواد الغلوية لها القدرة على امتصاص الماء، فعند امتصاصها للماء طبعا معروف ان هي بتنتفخ ويزداد حجمها، بتمتص جدر الخلايا الماء بتلك الخاصية، ومن المواد الغلوية المحبة للماء سليلوز، مواد بكتينية وبروتينات البروتوبلازما. يمكن تفسير امتصاص الجزر للماء، إذ الشعيرات الجزرية طبعا محاطة بطبقة غلوية وتلتصق بها حبيبات التربة بما بها من أغشية مائية وزائبات. الجدر السليلوزية طبعا بتتشرب الماء لأنها محبة للماء، حيث أدى العصير طبعا الخلوي داخل الشعيرة الجزرية أكثر تركيزا من محلول التربة نتيجة لوجود السكر زائد في العصير الخلوي، ولذلك يكون تركيز الماء في محلول التربة أعلى منه في الفجوة العصارية، فينتشر الماء بالخاصية الأسموزية من التربة إلى خلايا البشرة وينتشر إلى خلايا القشرة ويستمر في التحرك حتى يصل إلى أوعية الخشب في مركز الجذر. شكراً.